كرم، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق صالون الكتاب الدولي بالجزائر، ما وضع دور النشر الجزائرية بين حتمية النشر وغلاء أسعار الورق؟ سارة بالحور تفصل في الموضوع. مع اقتراب موعد انطلاق الصالون الدولي للكتاب، بدأت مشاكل دور النشر الجزائرية تطفو إلى السطح، من غلاء سعر الورق إلى القرصنة التي تعد هاجسا يؤرق المؤلف والناشر على حد سواء. رانا متفاجئين، يعني ككل سنة الورق في تزايد، في السعر تاعو في تزايد مستمر. الى اين راح يصل الحد لا ندري، السوق هو اللي يتحكم في الورق. يعني فريمون 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 مشاكل الورق يعني لا تنتهي، وتعرفي انت كل ما يدخل في صناعه الكتاب هو مستورد 100%، يعني كل المواد الاوليه اللي تدخل في صناعه الكتاب فهي مستورده. سوق الكتاب ودور النشر الجزائريه مهدده بالافلاس نظرا للارتفاع المستمر في سعر الورق بنسبه فاقت 60%، ما سينتج عنه غلاء سعر الكتاب هذه السنة، وما سيؤدي بدون شك إلى نقص القدرة الشرائية للمواطن. نذكر النشر تناقص، تراجع المقروئية، تراجع القدرة الشرائية، لأن الوضع الاقتصادي كي يكون متدني الحاجة الأولى اللي راح تتقاس هي الثقافة طبعا، والثقافة الحاجة الأولى اللي راح تتقاس في الثقافة هي الكتاب. يعني تراجع بيع الكتاب وسوق الكتاب في الجزائر هو اللي أدى إلى تراجع المشاركة في المعرض، دور النشر في المعرض. الصالون الدولي للكتاب بالجزائر فرصة للعديد من الكتاب والمؤلفين ودور النشر للبروز، لكن مع هذه المشاكل التي تعيقهم في كل مرة ستؤثر عليهم بشكل كبير من ناحية الإنتاج والاستمرارية.